رجعنا لكم مره تانية في كلام البنات. ضيفتي اللي منوراني النهارده هي لاعبه تنس وعازفه جيتار وحاجات كتير جدا، وكمان والاهم ان هي اصغر مذيعه تلفزيونيه عندها 11 سنه بتقدم برنامج اسمه ولسه صغيرين. يعني رغم سنها الصغير ده عملت انجازات كتير جدا في حياتها. تعالوا نعرف اكتر واكتر من ضيفتي الجميله العسل جدا نورين امجد. نورين ازيك؟ اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. منوراني في كلام البنات يا نورين، مبسوطه قوي بيكي. ميرسي جدا بنورك. انا مبسوطه بيكي ان انت بادئه المجال صغيره قوي، يعني احنا كلنا استنينا لما خلصنا جامعه وبدانا بقى نقدم في القنوات لحد ما اتقبلنا. انت بداتيها بدري قوي، الموضوع جه ازاي؟ بداتي ازاي؟ مين رشحك؟ ازاي حبيتي الموضوع؟ والله انا من الاول كنت انا بحب قوي الشهره جدا، ان انا ابقى مشهوره وكل الناس تعرفني، وحابه مجال الاذاعه وان انا اطلع التلفزيون كتير واقدم حاجات واستضيف ناس واتعرف على ناس جديده. فكنت بطلع اوقات ضيفه، فكنت عارفه المنتجه بتاعت البرنامج دي، فهي خدتني قالت لي انا اللي اقترحت عليها الموضوع، قلت لها انا عايزه اعمل برنامج وكده، مامي قالت لها، فبعدين هي قابلتني وخلاص دخلنا بقى عملنا البرنامج ده. بقى لي تيم كان معايا حوالي 5 بيقدموا معايا البرنامج ده تانيين، فعجبني الموضوع بقى ولسه ان شاء الله بكمل. ما كنتيش خايفه يعني وانت ضيفه؟ ممكن ما تبقيش خايفه قوي لانه في حد تاني هو اللي بيدير الحلقه، طبعا انت مذيعه دلوقتي وعارفه يعني ازاي بقى ايه ان انت اللي تبقي مسؤوله عن اداره الحلقه. لكن لما بقيتي مذيعه لاول مره، احكي لي كده عن اول مره طلعتي فيها. اول مره كان في طبعا قلق شويه، متوتره، بس يعني بعدين لقيت الناس معايا لا تمام بيشجعوني، مامي طبعا كان يعني معظم التشجيع منها، لا كان كله كويس يعني. بدأتي امتى؟ من كام سنه؟ من سنتين، انا عندي 9 سنين. من 9؟ وانت عندك 9 سنين؟ لا ده انت خالتي، شابو يا بنتي، انت بتقعدي هنا بقى، انا بقعد هنا.